بندر ابن سلطان. يكتسب الأمير السعودي البارز بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز آل سعود أهميته من مكانة الدبلوماسي السابق ورجل الاستخبارات الذي يمتلك الكثير من الأسرار خلال رحلة عمل امتدت لعقود بين عدة عواصم. فقد أمضى الأمير بندر أكثر من 20 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن في عام 1983 إلى 2005 الحليف الوثيق للرياض، وعاصر منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي عدة رؤساء أمريكيين، وعايش أحداثا وملفات وقضايا ساخنة في العالم والشرق الأوسط المضطرب على وجه الخصوص. كما أن الأمير بندر الذي يبلغ من العمر الآن 70 عاما شغل بين عامي 2012 و2014 منصب رئيس الاستخبارات السعودية، وهو منصب رفيع وحساس، قبل أن يعينه عمه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مستشارا له لمدة عام. غاب بعدها عن العمل الرسمي، وظل كل ظهور إعلامي له محل ترقب ومتابعة لمعرفة مزيدا من الأسرار عن فترة عمله الطويلة. وللأمير بندر مكانة بارزة في العائلة الحاكمة، فهو حفيد الملك المؤسس وابن لولي عهد سابق وزوج ابنة ملك البلاد الثالث فيصل ابن عبد العزيز، بجانب كونه والسفيرة بلاده الحالية في العاصمة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر التي تعد أول امرأة تشغل منصب سفيرة لبلادها، فيما يشغل ابنه الأمير خالد منصب سفير الرياض لدى بريطانيا. الحياة الشخصية: ولد الأمير بندر في مدينة الطائف يوم 2 مارس عام 1949، وهو الابن الوحيد لوالده من زوجته الخيزرانة ذات الأصول الإثيوبية وإحدى زوجات الأمير الراحل سلطان ابن عبد العزيز الذي عين وزيرا للدفاع عام 1962، وظل في ذلك المنصب حتى وفاته عام 2011 بجانب تعيينه وليا للعهد منذ العام 2005. تزوج الأمير بندر في العام 1972 من الأميرة هيفاء بنت الملك فصيل بن عبد العزيز آل سعود، ولهما من الأبناء لؤلؤة، ريما، نورة، فهد، حصة، فيصل، خالد وعبد العزيز. الدراسة والعمل: تلقى الأمير بندر تعليمه الأساسي في السعودية، ثم التحق بكلية كارانويل للقوات الجوية البريطانية وتخرج منها في عام 1968، كما حصل على تدريب متقدم في قاعدة ماكسويل الجوية ومدرسة دوايت تايزنهاور لاستراتيجية الأمن القومي والموارد الأمريكية. أصبح الأمير بندر بعد ذلك مدرب طيران وقائدا لسرب طائرات F-5 في القوات الجوية الملكية السعودية، وتنقل بين عدة قواعد عسكرية داخلية، كما خضع لمزيد من الدورات التدريبية الخارجية. تغيير جذري: عام 1977 تحول الأمير بندر إلى حقل آخر بعيدا عن القطاع العسكري ليبدأ مسيرة دبلوماسية كمبعوث شخصي للملك خالد ابن عبد العزيز في العام الموالي، إذ تم تعيينه ضمن فريق لتوقيعه صفقة شراء 60 طائرة F-15 إيجل أمريكية. وبعد نجاح تلك الصفقة بدأ أن لجهود الأمير بندر الدور الأكبر فيها، حيث كان لعدة اتفاقات جانبية أبرمها مع مسؤوليين أمريكيين وبين شيوخ والنواب الكونغرس بجانب رجال الأعمال ومسؤولي البنوك وسفراء الدول الفاعلة في واشنطن وكبريات وسائل الإعلام وجماعات النفوذ والضغط السياسي. وقد تسلم الأمير بندر مهامه في أواخر حقبة السبعينات التي شهدت سلسلة حوادث مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، حيث وقعت الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الخميني على نظام الشاه، وأطيح بحكم محمد الرضا بهلوي، وحصلت حادثة احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، وأعقب ذلك غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان أواخر عام 1979 واندلاع الحرب الإيرانية العراقية سنة 1980. وكان الأمير بندر صلة الوصل الرئيسية في علاقات بلاده بواشنطن، والتي كانت تتطلب تواصلا وتنسيقا مستمرا للتعامل مع تلك الأحداث وتطوراتها المستمرة. وقد نجح الأمير بالفعل في إقناع واشنطن ببيع الكثير من الأسلحة المتطورة لبلاده، في إجراء وفر للسعودية قوة عسكرية كبيرة. دوره في الحرب الأهلية اللبنانية:
لعب الأمير بندر دورا في ملف المصالح اللبناني بعد الحرب الأهلية في الثمانينات، إذ عينه عمه الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود مسؤولا عن الملف الذي كانت الرياض لاعبا رئيسيا فيه، وكان لجهوده وزياراته المتكررة للزعماء والسياسيين اللبنانيين ومسؤولي الدول الضالعة في القضية اللبنانية مثل سوريا دور رئيس في توقيع اتفاق الطائف عام 1989 والذي أنهى الحرب. محطة الاستخبارات السعودية. عاد الأمير بندر إلى دائرة الضوء مجددا وبقوة في العام 2012 عندما عين رئيسا للاستخبارات الجهاز الأمني الحساس، وارتبط اسمه خلال محطة عمله الأمنية تلك والتي استمرت لنحو عامين بملفات عديدة بينها الصراع السوري والمفاوضات بين الفصائل الفلسطينية. حقيبة أسرار. ينظر للأمير بندر على الدوام كحقيبة أسرار مهمة طالما سعى الصحفيون لفتحها، واكتسب كل ظهور إعلامي للدبلوماسي ورجل الاستخبارات السابق أهمية كبيرة، إذ لا بد أن يكشف فيه الأمير بعضا من ذكريات العمل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.